اكتشفت الموهبه ديالتي في السن المبكر، كانت عندي 9 سنين، وكان الخال ديالي كيشتغل في كلارني، وكنت كنمشي لعندو كان كيسمعوني عدد ديال الفنانه، منهم نعيمه سميح، منهم عبد الهادي بالخياط. كنت كنمشي كنبقى نغني، مره سمعوني كنغني لنعيمه سميح وقالوا لي علاش لي هاد الموهبه هذه، لازم علاش لي ما تخرج. وبالفعل وصلت لواحد السن اللي الوالد ما كانش مخليني اني نشارك في المسابقات او ندخل المعهد، كان حابسني. الوقيته اللي توفى الوالد يعني حاولت نخرج ديك الطاقه ديالي ونخرج ديك الموهبه ديالي، وبالفعل دخلت المعهد الموسيقي، درست 2 عامين، ومن بعد بدات الانطلاقه ديالتي في الميدان الفني. الاعمال اللي درت، اول حاجه ان اكتشفوني في المعهد الموسيقي، وكان واحد الصحفي اللي كان هو كتب عليا واللي هو اعطاني هذا الاسم ديال ماريا صادق. شاركت، فكان جات المناسبه ديال تم الحمد ديال فرحه الشعب، وشاركت فيها بالغناء، وجابوا لي هما الملحين من هذا المنبر، كان حيي امين مبشور. وشاركت بقطاع ديال سيدي يا حبيب هذه الامه، رمز الشبابيه الحسن، كانوا بالغناء ديالي. من بعد ما كان حتى شي تقديم، يعني ما كان حتى شي شهره، ما كانت حتى شي حاجه. من بعد انطلقت انحرفت، يعني غنيت في افخم فنادق كانت في كازا، غنيت فيها. من بعد مشيت لبرا، يعني غادرت، بقيت واحد المده طويله، يعني كنجلس عام وتنعود نرجع للمغرب. صافي، بقيت كنغني، ومن بعد رجعت للمغرب عاوتاني، بغيت نوقف على رجليا. عاوتاني شاركت في مهرجان الاغنيه المغربيه مع مصطفى بغداد، الملحن عثمان جنان. كانت القطعه هي طردوني من البيت في عز الليل والمطر. كنت انا اللي غادي ناخذ الجائزه، من بعد ما عرفش اشنو وقع، عاوتاني تحطمت. من بعد صافي بقيت عاوتاني نفس المشكل، مشيت عاوتاني غادرت البلاد، خرجت كنغني، خدمت في سهرات بزاف في المغرب. من بعد صافي جا موضوع ديال الزواج ديالي، جا الاعتزال، فاعتزلت. دزات عندي واحد البنيته اللي كان اصلا خاصها تاخذ حقها في التربيه، يعني ما يمكنش لي انا نسافر لبرا وهذا ونخلي مثلا بنتي، يعني كنت خصني تاخذ حقها في التربيه. صافي، ومن بعد جلست واستشرت مع الزوج ديالي، قلت لي واش ممكن يعني نعاود نرجع للغناء، لان الغناء انا عمره ما تحيد لي من البال ديالي. فقال فرحب هو بالفكره، وقال لي ما كاين حتى شي مشكل، الا بغيتي تعاودي تغني ما كاين حتى مشكل. بالفعل رجعت، وكان اول عمل ليا مع ابتسام الهدري الملحنه. ومن بعد العمل الثاني اللي دابا عاد جاي، العمل الاول كان هو دابا عاد جاي، والعمل الثاني حبيبي خلاني، هو لانه هو كان الحب ديالي من الطفوله ديالتي، وانا الحب ديالي، لاني انا غنيت وانا عندي 8 سنين، كنغني نواره نواره، وكانت كنت كنسكن في المدينه، وكانت كدوز نعيمه سميح كانت كتطلع عند واحد السيده تيقول لها العروسي، فاطمه العروسي، وكانت كتسمعني كنغني وتتقول لهم هذه غادي تخرج مطربه. وكان بالفعل يعني الحب ديالي في الاغاني ديال نعيمه سميح، الاصل انا كنغني نعيمه سميح بزاف. بيان سور كنت غنفكر ندير التمثيل، لان اصلا كانت عندي موهبه ديال التمثيل، غير انا مشيت يعني الغناء اكثر من التمثيل. لا خسرت من عندي، وبغيت نوصل، ولكن ما كانش المساعدات، ما كانش يد المساعدات، وما كانش شركه الانتاج، وما كانش الالكترونيك، يعني هذا الشيء. دابا الحمد لله الموهبه هاد الشباب ديال اليوم يعني لقاو الفرص، يعني اليوتيوب كيشهر، فهمتي؟ فاحنا الوقيته ديالنا ما كان حتى شي حاجه، يعني خصك تبقاي تجري باش تطلعي. في الاخر ملي ما طلعش وانا نجلس في بلاصتي. ذكرى الله المرحومه ذكرى اللي تنحبها تايا بزاف، ونعيمه سميح كنتمنى لها الشفاء العاجل. خاصني نبقى نجري بزاف باش نوصل، وهذا هو اللي انا رجعت دابا للميدان الفني، ولكن في نفس الوقت عندي تخوف، يعني عاوتاني نتحطم. الا غفل وما قريت حسابه، ما قريت حسابه، واللي صبني وكان على غفله
وعلى غفلة وعلى غفلة وعلى غفلة وما قريت حسابه ما قريت حسابه واللي صبني وكان على غفلة. كلمة أخيرة، كنت أولا سنة سعيدة على الجميع، وكنتمنى 2020 تدخل إن شاء الله بالصحة والسلامة وتعوم على المغاربة جميعا ولا الجمهور الحبيب، وكنتمنى التوفيق لكل واحد. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.